بسم الله والصلاة على رسول الله. أول ثمار الكوستاريكا سيبرا في معتمدية قصر ساف من الجمهورية التونسية بعد ما يقارب 45 يوم من خروج أول الزهر. تلاحظوا في الزهرة الثمرة بدات الاحمرار نتاعها وانتهت. اليوم سيتم قطفها وباش نعملوا عليها باذن الله تست تجريبي للمنظر وللحلاوه وللبريكس، معناها نسبه السكريات فيها. تشوفوا تباعا اول بدايه الزهره، من ثم تكوينها، من ثم تلقيحها، من ثم تكونها ببطء الى ان تصبح ثمره حاضره للقطف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول بشائر الكوستاريكا ريت كما تلاحظوا، البودز طالعة حمراء. هذه شجرة الكوستاريكا ريت. نستنى فيها باش تنور وبإذن الله عطاتها تزهير. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو الليلة على اختبار التذوق واللون لفاكهة من أصناف فاكهة التنين اللي هو صنف الكوستاريكا النيكاراغوا سيبرا، اللي هو كما تلاحظوا أحمر من برا، محمولته غارقة، حراشفه يابسة، ومن داخل حاب نكتشفوه ببعضنا كيفكم لأول مرة، حاب نحلو وحاب نشوفوه، ولو أن نعرف عليه نبذة أنه أحمر من الداخل، باش نكتشفوا الطعم نتاعو واللون وكذلك البريكس نسبة السكر اللي فيه. إلى جانب ذلك عنا الفيتنامي الأبيض، وعندنا السيور كيتشن. كيف كيف باش ماذا بكم تتابعونا الى الاخر الفيديو باش تشوفوا توصلوا معنا لعمليه درجه السكريات الموجوده في كل صنف من الاصناف الثلاثه اللي حاب نوريها لكم بآلة قيس السكر، اللي كما تلاحظوا آلة قيس السكر معروفه لدى الجميع، باش نقيسوا بها نسبة السكر اللي موجودة في الفاكهة الجديدة اللي هي علينا تو. شكرا على حسن المتابعة وما تبدلوش، اقعدوا معانا. نبداو على بركة الله قطع الفاكهة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، شيء ولا أروع كما تلاحظوا. نقرب لكم الفيديو باش تتبعوا تشوفوا اللون.
باش ناخذ عينه منها حطها في الماكينة القيس باش نشوف معاكم لأول مرة. نسبة السكر 15. شوفوا معانا. كما شفتوا في التصويرة وفي الفيديو البريكس نتاعو 15 يقرب ل 16. تو حاب نشوفو حاب نتستيو الذوق علاش يشبه. بسم الله. مش بهلو الكرز يمكن خاطر اول كعبه ناقصه سكريات فيها حموضه نوعا ما من الحموضه. ما زالش نقول لكم اكثر من هيك عش اما خارق العاده كما تلاحظوا وين يكسر وين يغمق اللون بتاع كعبه الغله وين تكسر فيها مضادات الاكسده وتكون نافعه وخير من خير من غيرها. ننتقلوا للنوعيه الثانيه. هذه السيور كيتشن عم نجربها كيف كيف نعمل عليها تست الذوق. نعرفوا لونها من الداخل كما تلاحظوا ما شاء الله ممتازة ممتازة ممتازة. سيور كيتشن تتميز على الاخرين انها مدورة ماهيش مستطيلة. تقول الاخرى تصير الفيتنامي الابيض تحس هكا اطول شوية تعاتى شوية بالطول. عم نعمل عليها تيست اختبار تاع كيما اختها بالضبط. الحمراء البريكس بتاعها احلى من السيور كيتش. تو نمروا لاختبار الذوق. كما لاحظتوا الصورة بتاع البريكس بتاعها اقل من 15. نعملوا اختبار الذوق. التذوق بالاكثر. ناقصة حلاوة على السنين اللي فاتت.
ماهيش كيف كيف يمكن. نمروا للابيض الفيتنامي، نجيو للابيض الفيتنامي نقصوه، كيما تلاحظوا ماهوش مدور، عاطي بطول، نجي كيف كيف نعملوا له تيست التذوق، ناخذوا ديما من وسط الغلة. هي اللي حتعطينا اكثر نسبه سكريات المفروض. كيف 14 كيف كيف نفس هو بنفسه هو بذاته. نمشيو للكاميرا ونوريه لكم. نجموش نركعو بالباهي خاطر الماكينة هذه بديدة، لكن ناخذ عليها صورة تكون أفضل. كما لاحظتوا في الصورة 14 البريكس نتاعها 14 يسمى ماهوش سكري، ناقص سكريات، يمكن خاطر بشائر العلم والله. أما الأحسن الأكثر هو أن يكون في 18. نمشي إلى التذوق. شك في الماكينة العلم والله، ماكينة بالطعم الممتازة، ناقصة سكريات صحيح، لكن مش لدرجة أنها توصل لـ14 معناها بريكس بالماكينة. وهكا نكون انهينا عملية اختبار البريكس واختبار الذوق لونا وفصل شكلا للغلة. شكرا على حسن المشاهدة اللي واصلوا معنا للآخر، يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. ندعوكم مجددا إلى تفعيل زر الفيديو باش توصلكم كل ما هو جديد. الفيديوهات القادمة باش تكون أكثر مسترسلة، علاش؟ خاطر عنا إنتاجية بإذن الله. حنتبعوا في الحق المباشر، فيه فيديوهات مباشرة، فيه فيديوهات مسجلة ومشاهدة للآخر، هو إلا تحفيز ليا للمواصلة على تسجيل الفيديوهات، خاطرش تعرف الوقت والمونتاج وكل ياخذ منها وقت. شكرا 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 مجددا على حسن المشاهدة، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، ونتقابلوا في فيديو آخر.